ليس بالسر أن القطبين الشمالي والجنوبي هما من أبرد الأماكن على وجه الأرض، ورغم أن كليهما يشتركان في العديد من الميزات، قد لا يعرف البعض أوجه الاختلاف بينهما. فالقطب الجنوبي عبارة عن قارة ضخمة فيها جبال ووديان وبحيرات وتحيط بها المحيطات، أما منطقة القطب الشمالي فتضم كتلاً جليدية عائمة وسط المحيط المتجمد الشمالي، ويبلغ متوسط درجات الحرارة في القطب الجنوبي 49 درجة مئوية تحت الصفر، وهو الأكثر برودة. أما المتوسط في القطب الشمالي فهو 34 درجة مئوية تحت الصفر. وإذا كان القطب الجنوبي لا ينتمي لأي دولة على وجه الأرض، فمنطقة القطب الشمالي تنقسم بين العديد من البلدان. وبينما يعيش طائر البطريق في القطب الجنوبي، تعيش الدبابة القطبية في القطب الشمالي وغيرها من الحيوانات مثل الرنة وثور المسك والذئب والثعلب، عدا عن الفقمة والحيتان. وأخيراً، القطب الجنوبي غير مأهول بالسكان، بينما يعيش في القطب الشمالي سكان أصليون ومجموعات عرقية.